جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشقيقة. اطمأن جلالته خلاله على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، متمنيا لسموه الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية. وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتقوية دعائمها. كما أشاد جلالته خلال الاتصال بالخطاب الذي وجهه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى الشعب الكويتي الشقيق الذي يرسم الطريق الصحيح للحفاظ على أمن واستقرار دولة الكويت والمضي قدما في المسيرة التنموية نحو المستقبل من أجل تقدم وازدهار دولة الكويت ورخاء شعبها الشقيق. وقد أعرب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالغ شكره وتقديره لطيب المشاعر الصادقة التي عبر عنها جلالة الملك المفدى والمجسدة لعمق أواصر الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتمنى لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة جلالته الحكيمة.